السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هنتابع النهاردة المحور الثالث المواطنة الرقمية، الدرس الثالث التواصل عبر الانترنت، أسلوب الكتابة والكلام عند التواصل عبر الانترنت. طيب، هنا في الدرس ده هنتكلم ازاي اتواصل مع اي شخص قدامي. فهو طبعا بدأها لي بأول حاجة، إذا كنت تتواصل مع معلم أو شخص مسؤول، حد أكبر منك أو معلمك أو مدير مدرستك أو أي حد أكبر منك مسؤول، قال لي أول حاجة لازم تكون مهذب، فكون مهذبا واستخدم الألقاب مثل السيد أو السيدة، الدكتور، حضرتك، وتجنب السلوك الفكاهي. وإذا لم تقابل الشخص الذي تراسله قبل ذلك فاحرص على التعريف عن نفسك وكن واضحا بشأن موضوع رسالتك. طيب، يعني إيه الكلام ده؟ انا طبعا لما اجي هتكلم او هطلب طلب من شخص مسؤول وليكن مثلا مدير المدرسه، طبعا انا مش هكون حته تجنب السلوك الفكاهي ده، مش هكون رايح بضحك، مش رايح اكون بهزر، لا، لازم طبعا ابقى عارف الموضوع اللي انا هتكلم فيه واكون واضح بشان موضوع الرساله بتاعتي. هنا في ملحوظه برضو في نص الكلام، بيقول لك لو انت ما كنتش قابلت الشخص اللي انت بتكلمه قبل كده سواء على السوشيال او قدامك، لازم احرص على التعريف عن نفسي. مش هينفع اروح اطلب من حاجه، اطلب حد من حاجه من حد من غير وانا اول مره اعرفه او اول مره اشوفه، من غير ما اوضح له او اعرف له نفسي الاول، بعد كده اتكلم في الموضوع بتاعي. طيب، النقطه الثانيه، اذا كنت تواصل مع زميل لك في الفصل لا تعرفه جيدا، انت حد لسه ما تعرفوش كويس، لو وليكن مثلا لو هنفتكر اول يوم رحنا المدرسه كده، ففي الزملاء جنب مننا، فبيقول لي احرص على استخدام اسمه الاول كاملا من دون اختصارات او اسماء مستعاره، اسمه محمد مثلا، فانا هقول له يا محمد، مش هقول اي اختصار لاسمه او اي اسم مستعار. اذا كنت تواصل مع صديق مقرب بقى او احد افراد اسرتك، هنا اقدر استخدم بقى الاختصارات او الاسماء المستعاره، ده هيكون مناسب في الوضع ده. وليكن مثلا اخويا اسمه محمود، فهو الاسم المستعار بتاعه مثلا حوده، فانا مش هقول له يا محمود، لا، ممكن اقول له حوده عادي، فالوضع ده هيبقى مناسب في الموقف ده ان هو اخويا او صديق مقرب. طيب، بيقول لي هنا خلي بالك لما تيجي طبعا بتتكلم عن طريق الفيديو غير لما تتكلم عن طريق الشاتنج او مسج. ليه؟ ان بيقول لي ان انت عندما تتحدث عبر الفيديو بتظهر مشاعرك وانفعالاتك للجميع، ولكن يصعب نقل المشاعر والانفعالات عبر الرسائل النصيه. لما باجي بتكلم فيديو، لما حد يشوف تعبيرات وشي او الايماءات اللي موجوده على وشي ممكن يفهم الموضوع بشكل احسن. لو انا متنرفز هيبقى عارف ان انا متنرفز، لو انا فرحان هيبقى شايف على وشي ان انا فرحان، غير لما ابقى بكتب عن طريق الرسائل النصيه، دي بتداري او ما مش بين المشاعر او الانفعالات الشخصيه او الايماءات اللي على وشي. التواصل الايجابي عبر الانترنت. طيب، علشان اتواصل بطريقه ايجابيه لازم طبعا ابقى عارف معلومه كلنا حاسينها، وهي التواصل غير الشفهي يفقد خلال التواصل عبر الانترنت، لانه لا يوضح نبره الصوت والايماءات والتواصل البصري اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه. ان انا لما بكلمك عن طريق التكست او عن طريق الرسائل النصيه، انت لا هتشوف نبره صوتي او لا هتسمع نبره صوتي، ولا هتشوف تعبيرات وشي، ولا حتى الايماءات او التواصل البصري. لكن لما ابقى بكلمك فيس تو فيس كده، او انت قدامي او في فيديو، هيكون كل ده واضح. طبعا بيقول لي يمكن اساءه فهم المعاني السلبيه النتيجه، لذلك من المهم ان نكون ايجابيين عند التواصل عبر الانترنت ونتبع الاتي. طيب، هعمل ايه بقى وانا بتواصل عن طريق الانترنت عشان اكون شخص ايجابي ومحدش يسيء فهم المعاني بتاعتي؟ قال لي اول حاجه بستخدم كلمات ايجابيه. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي هتخلي الكلام بتاعك فيه نبره ايجابيه باستخدام كلمات مثل ايه؟ استطيع، سافعل، تجنب الكلمات السلبيه مثل لا استطيع ولن افعل. كل الكلام ده اسمه كلمات ايجابيه وكلمات سلبيه. الكلمات الايجابيه ان انا هقول كلمات كويسه، الكلمات السلبيه زي ما انا قلت بقى من شويه، ان انا لا مش هقدر اعمل كذا ومش هقدر انفذ الحاجه دي او للاسف. تاني حاجه، كن حواريا. يعني ايه كن حواريا؟ لازم كده خلي الحوار بتاعي فيه موده في الكلام باستخدام كلمات مالوفه واختصارات زي ما هو كده، وضمايا الشخصيه وتركيب جمل بسيطه. ازيك، عامل ايه؟ كل الكلام ده حاجات حواريه بتخلي الموضوع فيه ود في الكلام. تالت حاجه، ودي اهم حاجه حاليا احنا بنستخدمها، هي الرموز التعبيريه، الايموشنز اللي احنا بنستخدمها كلنا في اجهزه المحمول بتاعتنا. قال لي بتضيف الرموز التعبيريه النبره والمشاعر
ويمكنك استخدام الرموز التعبيرية إذا استخدمها الشخص الذي تواصل معه أولا. أنا دلوقتي بتكلم مع شخص فبيتكلم معايا تكست مسج أو شاتنج، فهو لقيته بيستخدم الرموز التعبيرية بيعبر عن المشاعر بتاعته، فأنا ساعتها في الحالة دي هقدر استخدم أنا كمان الرموز التعبيرية إن هي بتعبر عن المشاعر اللي أنا ممكن استخدمها. استخدام العبارات الإيجابية في البداية والنهاية، دي آخر حاجة طبعا بيقول لي استخدام العبارات اللطيفة والتشجيعية مثل كيف حالك، أعجبتني أفكارك لمشروعنا الجدير وإلى آخره، أجازة سعيدة، كل الحاجات دي عبارات لطيفة، عبارات إيجابية بتشجع الشخص اللي قدامك على فهم الكلام وبتخلي فيه ود زي ما قلنا في المحادثة. آخر حاجة افترض الأفضل، يقول لي من السهل إساءة فهم التواصل عبر الإنترنت سلبيا، وعندما يحدث ذلك حاول أن تحدد قصد الشخص بدلا من افتراض أنه قصد شيئا سلبيا أو قصد أن يؤذي مشاعرك. يعني إيه؟ أنا لازم أحاول بكل السبل أن أنا أوصل حاجتي أو أوصل مفهومي اللي أنا عايز أوصله في الكلام للشخص اللي قدامي. طيب افترضنا أن أنا مثلا شايف أن الشخص ده بيتكلم بطريقة مش مناسبة أو طريقة مش كويسة، خليك أنت افترض الأفضل أنه ممكن يكون عنده أي ظرف مخليه كده، وده لازم نحطها في اعتباراتنا أثناء الشاتنج أو أثناء المحادثة النصية، أن زي ما قلنا ما بتبينش المشاعر، ما بتبينش نبرة صوت، ما بتبينش إيمان. أسئلة المتفوقين، اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية: 1. يجب استخدام كلمات نقط عند التواصل عبر الإنترنت: 1. ألف محبطة، ب سلبية، جيم إيجابية، دال مسيئة. 2. تظهر مشاعرك وانفعالاتك للجميع عندما تتحدث عن طريق نقط: ألف الفيديو، ب الرسائل النصية، جيم الرسائل الورقية، دال رسائل البريد الإلكتروني. 3. إذا كنت تتحدث مع شخص مسؤول تجنب الأسلوب نقط: الجاد، ألف ألف الجاد، ب الفكاهي، جيم المهذب، دال الإيجابي. 4. أسلوب التواصل يمكن أن يكون غير رسمي عند الكتابة إلى نقط: ألف شخص مسؤول، ب مدير مدرستك، جيم معلمك، دال صديق مقرب. 5. أثناء التواصل عبر الإنترنت كن: ألف حواريا، ب سلبيا، جيم متشائما، دال مؤذيا. تابع المحور الثالث: المواطنة الرقمية. الدرس الرابع: مواقع المعلومات. مواقع المعلومات، بيقول لي: يعد موقع مكتبة الإسكندرية الرقمية وبنك المعرفة المصري مثالين على مواقع المكتبات الإلكترونية الموثوقة عبر الإنترنت. طيب في الدرس ده بيتكلم عن المواقع، أو المواقع بمعنى صح إن أنا أقدر أجيب منها معلومات وتكون موثوقة. هو هنا بيقول لي ان الموقع بتاع مكتبة الاسكندرية الرقمية وبنك المعرفة المصري، طبعا عارفينه من السنة اللي فاتت، دول يعتبروا موقعين مثاليين على مواقع المكتبات الالكترونية الموثوقة عبر الانترنت اللي اقدر اجيب منها اي معلومة. طيب بيقول لي: يتميز بنك المعرفة المصري بايه بقى؟ قال لي اول حاجة ان هو اكبر مجموعة من الموارد التعليمية المتاحة عبر الانترنت في العالم، في اكبر مجموعة موارد تعليمية حوالين العالم في الموقع ده. تاني حاجة: إمكانية تنزيل الملفات على أجهزتك الخاصة، أقدر أنزل منه أي ملف على أي كان الجهاز بتاعي سواء موبايل أو كمبيوتر أو لابتوب. تالت حاجة: محتوى مناسب لجميع الأعمار في جميع الموارد التعليمية لجميع الأعمار. رابع حاجة: مصادر آمنة ودقيقة، طبعا مش هيديك أي حاجة بمصدر غير آمن، لا هيديك مصادر آمنة ومعلومات دقيقة موثوقة. خامس حاجة: مصادر تخضع لحقوق النشر، طبعا كنا خدنا الترم اللي فات ان كل حاجة موثوقة لازم يكون خاضعة لحقوق النشر. اخر حاجة: استخداما مجانيا لجميع المواطنين المصريين، اي حد يقدر يستخدمه بطريقة مجانية، مش هيطلب منك مبلغ مالي. طيب للمواقع الالكترونية كنا اتكلمنا قبل كده ان ليها مميزات، هنا بقى بيشرح لي سمات المواقع الالكترونية المفيدة. قال لي اول حاجه: توجد محركات البحث داخل الموقع مباشره في صفحه الويب. يعني ايه النقطه دي؟ لو كلنا بنخش على اليوتيوب كده هتلاقي فيه علامه السيرش اللي انا اقدر ابحث فيها عن الفيديو اللي انا عايزه او الحاجه اللي انا عايزها عشان ما اقعدش ادور عليه.
فده طبعا من سمات المواقع الإلكترونية المفيدة، لما ألاقي الخاصية دي موجودة في أي موقع أعرف أن الموقع ده كويس. تاني حاجة، توجد القوائم تساعدك على العثور في على المعلومات. يعني إيه الكلام ده؟ في كل موقع مفيد هتلاقي فيه قائمة كده على اليمين أو على الشمال، تقدر فيها تعرف المعلومة عندك عاملة إزاي، أو تقدر تعرف فيها المعلومات موجودة فين بالظبط واختصارات زي فهرس كده. تالت حاجة، يمكن النقر على أيقونات في شكل صور للوصول إلى أقسام أو صفحات ويب أخرى. كلنا بيشدنا لأي موقع أو أي حاجة مفيدة للمواقع دي إن يكون مسهل التعامل، في إن هو ممكن يكون عامل لي شكل صور على شكل أيقونات أضغط عليها يسهل لي مثلا أوصل لقسم معين أو صفحة ويب تانية. آخر حاجة ودي مهمة جدا، يسهل إيجاد كلمة تواصل معنا أو عن الموقع، بحيث يمكن لمستخدمي الموقع الإلكتروني الاتصال ومعرفة الموازين حول الموقع. يعني إيه الكلام ده؟ في أغلب المواقع المفيدة هتلاقي في آخر الموقع من تحت حتة كده موجودة تواصل معنا، وكلمة تانية اسمها عن الموقع. تواصل معنا دي أنا لو حبيت إن أنا أتواصل مع حد من الدعم الفني الخاص بالموقع يشرح لي أكتر عن الموقع الإلكتروني بستخدمه إزاي، أقدر طبعا أتواصل بكل سهولة. طيب، وعن الموقع دي قال لي رابط عن الموقع ده هو عبارة توضيحية كده أو هي فقرة قصيرة من المعلومات بتقدم لمحة عامة عن الموقع، الموقع ده بيشتغل في إيه، بيفيدني في إيه، إيه مميزاته. طيب، لو عايز أعمل موقع إلكتروني أو إنشاء موقع إلكتروني، قال لي في مواقع كتير أقدر أعمل منها برامج أو أعمل منها مواقع إلكترونية زي برنامج اسمه ووردبريس، وده طبعا لازم أكون عارفه كويس جدا. قال لي عند البدء بإنشاء موقعك يمكنك اختيار نموذج فارغ أو اختيار أحد النماذج البرنامج الجاهزة، كما يوجد أيضا أدوات تصميم مجانية لإنشاء موقع إلكتروني. البرنامج ده بيقدم لي نماذج كده، يقول لي خد اتفضل امشي على النماذج دي لو أنت عايز تمشي عليها، وبيديني أدوات تانية إن أنا ممكن أصمم أصلا الموقع على مزاجي زي ما أنا عايز. طيب، في ملحوظة بيقول لي هنا إيه؟ عند إنشاء موقع إلكتروني احرص على الأخذ في الاعتبار الصور ومقاطع الفيديو وحجم الخط ونوعه ليصبح موقعك سهل الاستخدام وجذابا من حيث الشكل. أنا دلوقتي لو عايز أعمل موقع إلكتروني لازم أحط في اعتباري الحاجات دي، لازم يكون فيه صور، لازم يكون فيه مقاطع فيديو، لازم يكون حجم الخط مناسب ليكون واضح، نوع الخط يكون شكله جميل عشان يسهل استخدام الموقع ويكون جذاب من حيث الشكل ويكون سهل استخدامه للمستخدمين بتوعه. أسئلة المتفوقين. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية: 1. يستخدم برنامج نوت لإنشاء مواقع الويب. ألف وورد بريس، ب وورد أرت، ج يوتيوب، د فيسبوك. 2. أحد مميزات بنك المعرفة المصري إمكانية نقط الملفات. ألف تنزيل، ب مسح، ج إلغاء، د تسمية. 3. يعتبر موقع نقط من المكتبات الإلكترونية الموثوقة المدونة الشخصية، فيسبوك، ويكي، مكتبة الأسكندرية. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو خطأ. 1. تضم مكتبة الطفل أكبر مجموعة من الموارد التعليمية عبر الإنترنت في العالم. 2. يتضمن موقع بنك المعرفة المصري كتبا وقواميس وموسوعات. 3. لإنشاء صفحة ويب يجب استخدام تصميم صعب. 4. للدخول على موقع بنك المعرفة يجب عليك الاشتراك بمبلغ مادي. 5. جميع مصادر بنك المعرفة مصادر آمنة ودقيقة. وبكده يا أولاد نكون شرحنا الدرس الثالث والرابع في المحور الثالث، أتمنى تكون فهمتوا طبعا الدرسين، وما تنسوش مستني الإجابات بتاعتكم في الكومنتس على الفيديو.